بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة طلبات الصف السادس الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء. النهاردة إن شاء الله هناخد ليسون 3 اللي هو البولينوميال فانكشن. ده ليسون مهم جدا وهيكمل معانا قلنا في سكندري. عايزين قبل ما نبدأ كده نبدأ نعمل ريفيو على السيشن اللي فاتت اللي هو خدنا الفانكشن. كان عندنا ابريفيشن كده للفانكشن بتاعتنا اللي هي كانت اف اكس تو واي. ده كده كان بيقول لي إن الاكس ده الدومين وان الواي الكودومين. هيبدا معايا النهارده البولينوميال فانكشن. النوميال فانكشن كانت هتبقى اف ار تو ار. هيبقى عندي كده الدومين الريل فانكشنز او ريل نمبر سوري، والكودومين برضو ريل نمبرز. ده الكودومين، فبيجي لي الفيجر بتاعها بالشكل ده. بالنسبه لي بولينوميال فانكشن اللي هي اف ار تو ار، قلنا الدومين والار الكودومين والاف اكس ايكوال 6. ده كده الرول بتاعي. لو كملنا كده اللي هي الكي ار تو ار، برضو عندي كده الدومين ار والكودومين ار، وبالنسبه لي الكي اكس 2 اكس بلس 1. تمام. بعد كده عندي لو الجي اللي هي ار تو ار، يعني ممكن يديني اف كي جي اي حاجه من الحاجات دي، ما عنديش مشكله خالص معايا كده. والجي اكس 3 اكس سكويرد ماينس 4 اكس. كل ده بنسميه البولينوميال فانكشنز. البولينوميال فانكشن بالنسبه لي البروبرتيز بتاعتها هتبقى بالشكل ده، ان الدومين اند كودومين سيت اوف ريل نمبرز. يبقى ده اول كونديشن بالنسبه لي. الكونديشن الثاني ان الرول بيبقى ان الجبريك اكسبريس على هيئه اكسبريشن الجبريكلي. وبعد كده عندي الثيرد وده مهم جدا، ان الباور اوف اكس لازم بيكون element للناتشورال، يعني الباور عندي هيبقى 0 1 2 3 and so on. فبيجي لي هنا بيقول لي الديجري للبولينوميال فانكشن. ده بيجي لي كتير جدا كومبليت تشوز في الامتحان، وفي افكار كده مهمه لازم نركز عليها. ان البولينوميال فانكشن بالنسبه لي الديجري بتاعتها اتس فاليو اوف جريتست باور اوف اكس. يبقى انا بشوف الجريتست باور اوف اكس، يبقى ده الديجري بتاعي. بيجي لي اكزامبل بالشكل كده، وقلنا الاسئله بتيجي معانا تشوز في الامتحان. فور اكزامبل ديترماين ذا ديجري اوف اف in each of the following. اول حاجه الاف اكس ايكوال 6. طيب هيجي طالب يقول لي ان هنا 6 مفيش اكس اصلا. هقول له تمام، لان الاكس هنا المفروض اكس باور 0، يبقى ده كده بنسميه 0 ديجري اور كونستانت فانكشن. يبقى انا معايا لو هنا اف اكس ايكوال اني نمبر اللي هو اف اكس ايكوال 2 اف اكس ايكوال 3 اف اكس ايكوال 6، طالما الاف اكس عندي ايكوال عندي نمبر، يبقى بالنسبه لي ده 0 ديجري اور كونستانت فانكشن. اما هنا لو عنا الكوتشن 2 الاف اكس 2 اكس بلس 1، هنا الاكس باور 1، دي بنسميها فيرست ديجري اور لينير فانكشن. والحاجات دي كلها هناخدها بالتفصيل مع بعض، اللي هو دروينج للكونستانت فانكشن واللينير فانكشن والكوادراتيك فانكشن. كل ده هيبقى معانا في الايه في الليسون ده، لان ده مهم جدا وهيكمل معايا. وبالنسبه لي ممكن يجيب لي اكزامبل 3 بالشكل ده، اللي هو اف اكس 3 اكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس 5. كده بالنسبه لي الهايست باور اللي هي اكس باور 2، يبقى دي بنسميها سكند ديجري اور كوادراتيك ايكويشن. تمام. نمبر 4 اللي هي اف اكس اكس باور 3 ماينس 2 اكس سكويرد بلس 2 اكس بلس 9، الهايست باور اللي هي الاكس باور 3. يبقى عندي كده ثيرد ديجري اور كيوبيك فانكشنز. تمام. لو كان اكزامبل 5 كده بيقول لي اف اكس 2 اكس باور 2 ماينس 7 اكس باور 5 بلس 3 اكس ماينس اكس باور 4 بلس 1. انا دايما بعمل هنا بالنسبه لي بدور على الهايست باور. الهايست باور اللي هي اكس باور 5، يعني معنى كده ان دي هتبقى فيفث ديجري. تمام. طيب لو معايا كده اكس سكويرد تايم، لان مفيش اي حاجه، براكت 2 بلس اكس الاول باور 2. انا عندي كده البراكت هيطلع معايا اكس سكويرد، وهنا في بار اكس سكويرد، نعمل ملتبلاينج هيبقى اد للباور، يبقى الانسر هتطلع اكس باور 4. اكس باور 4 اللي هي هتبقى فورث ديجري. تمام. طب نمبر 7 اف اكس 3 ماينس 5 اكس، الاقي هنا الهايست اللي هي اكس باور 1، قلنا دي تبقى فيرست ديجري اور هنسميها لينير فانكشنز. بعد كده عندي نمبر 8 اف اكس نيجاتيف اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 5، قلنا الهايست اللي هي اكس باور 2، تبقى دي بالنسبه لي اللي هي السكند ديجري. تمام. بعد كده عندي لو التي اكس ايكوال 2 اكس ماينس 5 الاور باور 2، انا مش مهم عندي ان انا اعمل اكسباند البراكت، انا المهم عندي ان انا اعرف الانسر. انا كده بالنسبه لي هيطلع عندي الهايست باور اللي هي اكس سكويرد، يبقى بالنسبه لي ده
second degree or قلنا بنسميها quadratic equation. يبقى بالنسبة لي كده أهم حاجة وصلنا لها لحد دلوقتي أن لازم يكون عندي الدومين والكودومين element لل R لأي real polynomial functions. تاني حاجة أن الباور أو الديجري بتاعة الفانكشن element لل natural number. تمام، بعد كده هيبدأ معايا ريمارك مهمة جدا، بيقول لي كده لو ال f x equal x f x equal 0. تمام، هنا دي بتبقى بالنسبة لنا no degree. الحاجات دي بتيجي تشوز كتيرة جدا، لو f x any number بتبقى 0 degree only or constant function، لكن f x equal 0 دي بالنسبة لنا no degree، ملهاش degree بالنسبة لي. تمام، بيجي لي بعد كده في الامتحان قلنا الاكزامبل ده اسئله كتاب مدرسه، هو مكتوب على هيئه كومبليت في كتاب المدرسه، لكن هو في الامتحان بيحولها لكوتشن طويله، عشان كده الناس بتحل الكوتشن بستبس. تمام، اول اكزامبل بالنسبه لي بيقول لي اف اكس ايكوال 5 اكس ماينس 7 اف زين اف 3. تمام، كده بالنسبه لي الاكس اعمل لها ريبليس باي 3، يبقى 5 باي 3 ماينس 7. 5 باي 3 15، 15 ماينس 7 يدينا 8، يبقى اف 3 ايكوالز 8. تمام، وجالي اكزامبل 2 كده اف اكس اكس سكويرد بلس 7 فايند اف 3 برضو. هنعمل هنا اف 3، قلنا بنعمل ريبليس، هيبقى عندي هنا 3 سكويرد بلس 7، 3 باور 2 اللي هي 9 بلس 7 يبقى ايكوال 16. يبقى انا الانسر عندي كده ايكوال 16. وقلنا الناس تشتغل ستيبس لان الحاجات دي بعد كده هتظهر معانا في الامتحانات، فانا اسئله طويله شويه. طيب بالنسبه لي لو جاب لي كده example 3 وبيقول لي fx equal x power 3 find then f2 plus f negative 2. هنا بالنسبة لي عندي 2، هنجيب f2 وهنجيب f negative 2. كل الفكرة ان انا عندي هنا x هعمل substitute by 2، يعني هتبقى عندي هنا 2 power 3 اللي هتبقى equal 8. تمام، طب هنا هتبقى عندي negative 2 all power 3 هتطلع negative 8، يبقى معايا كده هنا 8 بلس نيجاتيف 8. تمام، الناس تمام كده، الناس تبقى قلناها برضو في السيشن اللي فاتت ان عندي كده دول اديتيف انفرس 8 بلس نيجاتيف 8، يبقى الانسر عندي هيطلع 0. تمام، طب لو جالي كده بقول اف اكس ايكوال 6 اكس. تمام، دي الفانكشن بالنسبه لي البولينوميال فانكشن، عايز اف 2 بلس اف نيجاتيف 2. قلنا كده عندي 2 فانكشنز، هنعمل سبستيوت مره بالاف 2 ومره اف نيجاتيف 2. تمام، فمعايا هنا 6 تايم 2 اللي هو ايكوالز 12، وهنا 6 تايم نيجاتيف 2 اللي هو نيجاتيف 12. يبقى معايا هنا كده هيبقى 12 بلس نيجاتيف 12 هيطلع معايا كده 0. تمام، يبقى انا كل شغلي لحد دلوقتي ان انا بيديني ال f x اي بولينوميال فانكشنز، بعد كده بعمل سبستيوت، قال لي f 2 بعمل سبستيوت بال 2 مكان ال x، قال F3 بعمل سبستيتيوت مكان الاكس ب 3. تمام، طيب ممكن يجيبها لي بالمنظر ده اللي هي بيقول لي اف اكس ايكوال 7. هنا الناس تركز معايا في الحته دي لان دي قلنا كده مفيش عندي اكس، تبقى دي 0 ديجري. او النيم التاني اللي هي الكونستانت فانكشن، الناس الكونسبت بالنسبه لي لازم اركز معايا، كونستانت فانكشن يبقى معنى كده ان هي كونستانت، يعني اف اكس ب 7، اف اي حاجه ب 7، يعني تبقى f نيجاتيف 7 تدينا 7 بلس f 7 تدينا 7، 7 بلس 7 14. طيب نفترض في اكزامبل تاني بيقول لي f x equals 5. تمام، وقال لي هنا find f 8 minus f 2. جميل، الناس لازم ترجع تاني للتايب بتاعي ان دي constant function. يبقى f x ب 8، يبقى f any number بيدينا 8، بيدينا 5 سوري اف اكس 5، يبقى اف 8 يدينا 5 ماينس اف 2 تدينا برضو 5، 5 ماينس 5 يدينا 0. يبقى انا لازم اركز عندي ان الكونستانت فانكشن بتبقى عندي كونستانت، يعني اف اكس ب 7 يبقى سبستيتيوت اف اي حاجه ب 7، اف اكس 5 يبقى اف اي حاجه يدينا 5. طيب لو جاب لي كده اف اكس 4 اكس بلس بي، لعبه الميسنج بقى، وبيقول لي الاف 3 ايكوال 15. هنا الجزء ده مهم، يبقى انا كده لو عملنا سبستيتيوت مكان 3 هيطلع عندي الانسر 15، يعني عندي هنا 4 تايم 3 بلس بي قلنا ايكوالز 15. تمام، 4 تايم 3 يعني 12 بلس البي يدينا 15،
هنا كده عندي سامبل ايكويجن، انا عايز البي في سايد لوحدها. قلنا هنعمل كده، نحرك ال 12 في سايد التاني بالنيجاتيف، يبقى البي 15 ماينس 12 تبقى البي ايكوالز 3. تمام، يبقى هنا 3. طيب عايزين نعمل تشيك، لو حطينا هنا 3 هيبقى 4 تايمز 3 12، 12 بلس 3 دينا 15. تمام، طيب ممكن يجيبها لي بالشكل ده. ركز معايا هنا بقى كده، بيقول لي الاف اكس 2 اكس بلس بي، دي الاف اكس، اند الجي اكس ايكوالز 5. تمام كده، دي لينير ايكويجن، اما دي كونستانت ايكويجن. تمام، او كونستانت فانكشن. هنبدا هنا وير جي اند اف ار بولينوميال فانكشنز، بيقول لي هنا اند اف 1 بلس اف 4 ايكوال 12. طيب هنجيب اف 1 اللي هي 2 1، قلنا بنعمل سبستيوت هنا بلس بي 2 باي 1 يدينا 2 بلس بي. تمام، جبنا اف 1. طيب هنجيب الجي 4، جي 4 قلنا هنا جي اكس 5، يبقى جي اني اني نمبر يدينا 5، هنا 5. يبقى انا هعمل كده 2 بلس بي بلس، لان بيقول لي هنا اف 1 بلس جي 4، اف 1 قلنا ايكوال 2 بلس بي، والجي 4 ادانا 5، يعني نعمل 2 بلس بي بلس 5 تمام ايكوالز 12، 2 بلس 5 يدينا 7، يبقى 7 بلس بي ايكوالز 12. يبقى بالنسبه لي كده البي هتبقى ايكوال 5. تمام كده جبنا البي 5. اوكي طيب كل القصه ليه بقى؟ لان انا هرجع اعمل سبستيوشن، يبقى البي هنا مكانها 5، يبقى بقت الفانكشن عندي الاف اكس 2 اكس بلس 5. طيب هو بيقول لي هنا عايز اف 4، قلنا يبقى 2 اكس بلس 5 يعني 2 4 بلس 5 هيدينا 13. جميل، وبعد كده بيقول لي عايز الجي نيجاتيف 1، الجي نيجاتيف 1 قلنا دي كونستانت ادينا 5، هو عايز السم هيبقى 13 بلس 5 يبقى ايكوالز 18. تمام، يبقى انا مشيت بالراحه كده، انا كان عندنا اف 1 عملنا سبستيوشن في ال 1، اف 1 2 باي 1 ب 2 بلس بي، يبقى عندي 2 بلس بي. وبعد كده بيقول لي جي 4 قلنا دي كونستانت فانكشن، يبقى جي 4 يدينا 5. وبعد كده نعمل سم 2 بلس بي بلس 5، 2 بلس 5 يدينا 7، يبقى 7 بلس بي ايكوالز، هو مديني الايكويجن عندي ايكوال 12. يبقى عندي 7 بلس بي ايكوال 12، هنودي 7 السايد تاني بالماينس، يبقى البي ايكوال 5. نرجع نعمل سبستيوت هنا في الاف اكس، يبقى الاف اكس بقت 2 اكس بلس 5، هنعمل اف 4 يبقى 2 تايم 4 بلس 5 يدينا 13، والجي نيجاتيف 1 قلنا دي كونستانت 5، هنعمل 13 بلس 5 يبقى ايكوال 18. تمام كده بالنسبه لنا خدنا الجزء اللي هو الالجبريك اللي على القصه دي، هي البولينوميال فانكشن. بعد كده بيبدا يشتغل معايا تايب تايب تاني اللي هو الجرافيكالي بقى. جزء الجراف بالنسبه لي انا ليا كويتشن في الامتحان ثابت للجراف، وعندي لازم كايند من اللي خدناهم. احنا عندنا هنا الكونستانت فانكشن واللينير فانكشن والكوادراتيك فانكشن، هناخد واحده واحده مع بعض. اول حاجه بالنسبه لي لو بيتكلم على الكونستانت فانكشن بيقول لي كده الجرافيكال ريبريزنتيشن اوف بولينوميال فانكشن، اول حاجه قلنا الكونستانت اللي هي الاف ار تو ار، قلنا الدومين عندي ار والكودومين ار، اف اكس ايكوال اي، الاي ده قلنا نمبر، اي اليمنت الار ديفرنس الزيرو، لان قلنا بالنسبه لنا ان الزيرو ده نو ديجري. طيب نكمل، هيطلع بالنسبه لي ريبريزنت باي ذا ستريت لاين دايما بارال تو اكس اكسس اند كات واي اكسس، عشان دي الجمله اللي تيجي معايا في التشوز ات زيرو اي. تمام، وعندي ريمارك هنقولها تاني ان لو الاف اكس ايكوال زيرو ريبريزنت جرافيكالي باي اكس اكسس، وقلنا دي كده بالنسبه لنا بتبقى نو ديجري. تمام، طيب لو جينا كده بقول لي جراف اف اكس ايكوال 5، طيب اف اكس ايكوال 5 دي كده كونستانت فانكشن. طيب عشان اعمل لها جراف اهم حاجه بالنسبه لي ان انا محتاج حاجتين، نكتب الفانكشن كده بالراحه تاني، انا معايا كده اف اكس ايكوال 5. طيب قلنا الاف اكس ممكن سبستيوشن بالواي، يبقى الواي ايكوال 5، قلنا دي كونستانت، هنبدا نعمل بالنسبه لنا اللاتس او الكوردينيتس بلين بتاعي بالنسبه لي كان كده. تمام، بالنسبه لنا هنا ده كده الاكس اكسس، وهنا كان اكس داش، وهنا الواي اكسس، وهنا الواي داش. قبل اي حاجه اللاتس لازم ابقى ظابط الايكوديستنس، يعني هنا كده باخد براكت من الفور سايدز، هنا كده معايا 1
بعد كده هنا 2 وهنا 3 وهنا 4 والسايد هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 والاب هيبقى بوزيتيف ادي 1 2 3 4 5 وداون هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 وقلنا الايكوديستنس طالما عندي مظبوطه من الاول الموضوع انتهى. هنا بيقول لي الاف اكس ايكوال 5 قلنا ات واي ايكوال 5 اللي هي ممكن البوينت بالنسبه لنا ادي اكس وادي واي قلنا الواي كونستانت 5 الاكس عندي 0 5 يبقى عندي 0 5 ادي بوينت. طب ما انا ممكن اعمل لها تيبل اللي هو الاكس والواي. طيب قلنا الاكس معانا كنا مثبتين دي مثلا اللي هو نيجاتيف 1 و0 1 اني 3 نمبرز تنفع ما عنديش مشكله نمبرز دي بس اللي فيها عندي ميزه معينه ان فيها النيجاتيف والزيرو والبوزيتيف وفي نفس الوقت ان هي بتديني في الاغلب ان هي بتديني نمبرز صغيره فالجراف هتبقى عندي بسيطه شويه. احنا هنعمل سبستيوت مكان الاكس اصلا بنيجاتيف 1 طب ما فيش اصلا هنا سبستيوشن مكان الاكس يبقى الانسر 5 نيجاتيف 1 و5 و0 5 و1 و5 يبقى عندي 0 5 ونيجاتيف 1 و5 و1 و5. طيب هنعملها كده قلنا دي كونستانت فانكشن بيبقى عندي ستريت لاين كده الناس لازم تعمله ستريت لاين عشان الغلطات البسيطه دي قلنا دايما ده ستريت لاين بيبقى ريبريزنت باي ستريت لاين يبقى بالنسبه لي ستريت لاين بارل الاكس اكسس والكات قلنا واي اكسس ات قلنا 0 5 وعندي الجزء الجديد بقى لو قال لي ديستنس فروم x axis الديستنس فروم x axis ادي 1 كده ادي 1 2 3 4 5 ادي 5 يونتس تمام يبقى عندي هنا 5 يونتس. طيب لو حد عنده كده اوبزرفيشن معين طيب ما هو ال 5 ده فالديستنس ممكن اجيبها من هنا والبوينت 0 5 ودايما عندي كونستانت ان هو ريبريزنت باي ذا ستريت لاين بارل للاكس اكسس. طيب ممكن يجيب لي واحده ثاني كده اللي مثلا اكزامبل 2 اللي هي الاف اكس برضه ريبريزنت جرافيكالي اف اكس ايكوالز نيجاتيف 2 تمام قلنا بالنسبه لنا اف اكس ممكن اعملها ريبليس بالواي تمام يبقى دي كده الواي قلنا خلاص بقى انا مش محتاج ان انا اعمل تيبل لان انا عارف ان دي كونستانت فانكشن يعني هتبقى 0 ونيجاتيف 2 وبعد كده بنعمل اللاتس بتاعتنا عاديه جدا اللي هو بالنسبه لي الاكس والواي قلنا الايكوديستنس والحاجات دي الناس ممكن بتخلص الاكزامبل خالص ويتفاجئ ان هو الرسمه فيها رونج هو مش عارف ليه لان طالما الايكوديستنس عندي مش مظبوطه من اول كوتشن كوتشن بيجي رونج لوحده يعني هنا 1 وهنا 2 مثلا وهنا 1 وهنا 2 وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 انا عايز عندي ات واي ايكوال نيجاتيف 2 يعني هنا قلنا بنعمل دايما ستريت لاين بارل للاكس اكسس يعني هيبقى كده قلنا ريبريزنت باي ذا ستريت لاين بارل للاكس اكسس وكات الواي اكسس ات البوينت قلنا 0 نيجاتيف 2 والديستنس وهنا الحته دي مهمه جدا ديستنس يونتس فروم اكس اكس الديستنس هنا بقى حاجه مهمه قوي الديستنس هنا عندي كام يونت 2 يونتس قلنا من هنا عشان الناس هتغلط في الحته دي الديستنس لازم تكون بوزيتيف يبقى الديستنس 2 يونت لكن بالنسبه لي في الاكزامبل اللي فات كان عندي اصلا الاف اكس ايكوال 5 فالديستنس كانت 5 على طول ما فيهاش مشكله لكن هنا اف اكس ايكوال نيجاتيف 2 فالديستنس هاخد البوزيتيف لان ما فيش عندي ديستنس بالنيجاتيف عشان الناس تركز في اللعبه دي تيجي قلنا الجزء ده بيجي تشوز معانا كتير قوي في الامتحان. طيب دي كده كانت الكونستانت فانكشن قلنا الجراف بتاعها والكيس بتاعها ان اف اكس ايكوال اني نمبر يبقى عندي ما فيش مشكله ان اف اكس تتعمل ستريت لاين بارل تو اكس اكسس تمام هنيجي للجزء الثاني اللي هي السكند اللي هي اللينير فانكشن لينير فانكشن الفانكشن اوف فيرست ديجري تمام اللي هي بيبقى عندي الاف ار تو ار الدومين قلنا ار والكودومين ار اف اكس اي اكس بلس بي يعني الرول بتاعها بتبقى اكس باور 1 تمام والاي اليمنت للار ستار والبي اليمنت للار. طيب بيجي لي اكزامبل كده ريبريزنت جرافيكالي فانكشن بيديني جي اكس ايكوال 2 اكس ماينس 3. طيب عشان نعمل دي درو هنبدا واحده واحده وكنا واخدين جزء من ده في السكند بريب ان انا هعمل
اخد الفانكشن بالنسبه لي كده اللي هي الاف اكس بالنسبه لي 2 اكس ماينس 3. تمام، قلنا نعمل 2 والاكس مكانها براكت ماينس 3 واعمل سبستيتيوت الاكس والواي. تمام، الاكس ممكن احط مكانها قلنا اني 3 نمبرز، بس احنا اتفقنا هنخليها نيجاتيف 1 و 0 1. 2 تايم نيجاتيف 1 ماينس 3 هيدينا نيجاتيف 5، 2 تايم 0 ماينس 3 هيدينا نيجاتيف 3، 2 تايم 1 ماينس 3 بيدينا نيجاتيف 1. تمام كده معايا 3 اوردرد بيرز، كده اقدر ارسم الجراف بتاعي عادي جدا. قلنا بالنسبه لي ادي الاكس هنا الواي ايوه فادي اتفضل. ايوه فادي اتفضل معايا. الو الو انا ايوه اي ونت تو كويشن. ايوه اتفضل يا فادي. انا عايز اكسل. فادي على صوتك شويه. ايوه انا عايز اكسل. ماشي اتفضل يا فادي. احنا قلنا يا فادي هنا عملنا اللينير فانكشن اللي هي الاكس طلع عندي نيجاتيف 1 و5 و0 ونيجاتيف 3 و1 ونيجاتيف 1. قلنا منين يا فادي بنعمل هنا الاوردر بير، هيبقى معايا اول حاجه بالنسبه لي قلنا بنعمل بوت للبوينت، اول بوينت نيجاتيف 1 من الاكس ونيجاتيف 5 من الواي. قلنا هنمشي هنا نيجاتيف 1 من الاكس نيجاتيف 5 من الواي، يبقى هنا بوينت الثانيه 0 في الاكس ونيجاتيف 3 في الواي، هتبقى بالنسبه لي كده يا فادي. وبعد كده 1 ونيجاتيف 1، وقلنا دي كده هعمل لهم درو هيطلع معايا دايما ستريت لاين. تمام، الستريت لاين بالنسبه لي هنا لو جينا كده قلنا ده كده دايما يا فادي دي 2x ماينس 3، الباور بتاع الاكس هنا يا فادي ايه؟ 2x ماينس 3 الباور بتاع الاكس هنا باور 1 كام؟ 1. بنسميها فيرست ايه؟ فيرست ديجري. معايا كده يا فادي؟ طالما عندي فيرست ديجري هتطلع دايما ستريت لاين، عشان كده بنسميها لينير فانكشن. اللينير فانكشن اللي هي الفيرست ديجري تطلع ستريت لاين، احنا قلنا دايما بعمل سبستيوت. تمام، طب ابدا معايا فادي في الكوتشن اللي جاي كده من الاول معايا. ماشي، بقول لي هنا فادي الاف اكس ايكوال نيجاتيف 2 اكس. قلنا يا فادي بعمل كده ايكوال وبعمل نيجاتيف 2 والاكس بعمل مكانها براكت. قلنا بنعمل التيبل يا فادي بالنسبه لي كده هنا اكس وهنا واي. معايا فادي؟ الاكس قلنا هنعمل سبستيوت مكانها النيجاتيف 1 وايه؟ نيجاتيف 1 و0 و1. تمام، قلنا هنعمل دول بينهم مالتبلاينج، هنعمل نيجاتيف 2 باي نيجاتيف 1 هيدينا 2، وانا ممكن استخدم كالكوتر عادي مفيش مشكله. ونيجاتيف 2 تايم 0 هيدينا فادي اي حاجه تايم 0 ب 0، ونيجاتيف 2 تايم 1 هيدينا نيجاتيف 2 نيجاتيف 2. بس هو الموضوع بسيط قوي كده. وبعد كده ببدا اللاتس بتاعتي، قلنا اهم حاجه ان انا تبقى ايكوديستنت من الفور سايد بالنسبه لي قبل ما ابدا. يعني انا قلنا هناخد براكت وهنا براكت وهنا براكت وهنا براكت، هنا كده 1 في الرايت والاب 1 والليفت نيجاتيف 1 والداون نيجاتيف 1، وابدا كده بالنسبه لي. هنا بقى الميزه في التيبل بالنسبه لي يا فادي ان النمبرز هنا كلها سمولر، عشان كده بنفضل نيجاتيف 1 و 0 1 ان كلها من 1 ل 2، فانا مش محتاج ارسم كل اللاتس دي، يعني محتاج النمبر بسيطه قوي مش محتاج كل ده. عند اول بوينت يا فادي اللي هي نيجاتيف 1 وكام؟ نيجاتيف 1 و2. تمام، يبقى نيجاتيف 1 و2، يبقى نيجاتيف 1 واب، يبقى دي اول بوينت. البوينت الثانيه 0 0، ال 0 0 دي بنسميها الاوريجن بوينت اللي هي تبقى هنا سنتر. تمام، وبعد كده عندي 1 من الاكس ونيجاتيف 2 منين؟ تمام، ونعمل لها درونج. تمام، هنلاقي دي كده يا فادي عشان بفرق بس هنا الستريت لاين ده باسنج مين كده يا فادي؟ باسنج ثرو اوريجن بوينت. تمام، هنا دي ريمارك مهمه جدا، طالما في عندي هنا الاف اكس نيجاتيف 2 اكس مفيش بلس او ماينس اني كونستنت،
هتبقى باثنج الاوريجن بوينت على طول. يعني لو جاب لي كده، لو رجعنا الاكزامبل اللي فات، كانت الاف اكس 2 اكس ماينس 3، ده كده بالنسبه لي في بلس او ماينس نمبر، هنا مش هيبقى باثنج الاوريجن بوينت. يبقى طالما في عندي، لو كانت 2 اكس بس كانت باثنج الاوريجن بوينت، لكن طالما جنبها بلس او ماينس اني كونستانت يبقى دي هتبقى نوت باثنج الاوريجن بوينت. هنا مثلا في الاكزامبل ده كان نيجاتيف 2 اكس، مفيش بلس او ماينس حاجه، فانا بعمل تشيك لنفسي كده بالدرو ان هنا الطبيعه هيطلع معايا دايما 0 0. طب لو جينا اكزامبل 3 كده مثلا، خليك معايا هنا، اف اكس ايكوال 3 ماينس اكس كده، هل دي هتعدي على الاوريجن بوينت كده يا فادي؟ هي 3 ماينس اكس، ادي نيجاتيف اكس، في جنبها هنا نمبر اهو، قلنا كده مش هتعدي على الاوريجن. تمام، هنعمل، قلنا هنبدا برضو نفس اللعبه بالنسبه لي، هيبقى ايكوال، قلنا نعمل 3 ماينس، والاكس قلنا بنعمل مكانها براكت كده لان هنعمل سبستيتيوت بنمبرز بالنسبه لي. يبقى هنا فادي الاكس وهنا الواي، قلنا هنحط هنا، قلنا اتفقنا نيجاتيف 1 و0 و1. تمام، يبقى هنا نيجاتيف 1 و0 و1. تمام، لو عملنا 3 ماينس نيجاتيف 1 يعني شاطر يا فادي، 3 ماينس 0 3 ماينس 1 2 2. بس ببساطه جدا برضو قلنا التيبل بالنسبه لي، ان بالنسبه لي كده نمبرز اكبر نمبر بالنسبه لي 4، فمش محتاج اللاتس تبقى كبيره شويه عشان الناس ما تتعبش نفسها، انا برسم اللاتس، المهم البوينتس بتاعتي اعمل لها سبستيتيوت. قلنا بالنسبة لنا هنا دي الاكس وادي الواي، معايا فادي؟ تمام، عندي اول بوينت بالنسبة لنا اللي هي نيجاتيف 1 في الاكس 4 في الواي، يبقى نيجاتيف 1 واب، يبقى هنا البوينت التانية 0 في الاكس و3 في الواي، يعني هنا بوينت تانية 1 في الاكس و2 في الواي. قلنا هنوصل ال3 بوينتس هيدينا، دايما قلنا يا فادي ستريت لاين، قلنا الناس تكمل كده وتعمل ارو في تو سايد عشان ما يحصلش رونج. طيب نيجي نلعب بقى حته جديده شويه هنا، لو طلب مني كده الكات اوف اكس اكسس والكات اوف واي اكس، خليك بقى معايا يا فادي في الحته دي، ادي اكس وادي واي، بعمل كوردينيت كده اكس واي، كات اكس اكسس، كات اكس اكسس يبقى الانفرس بزيرو، يعني كات اكس هتبقى الواي هي اللي بكام؟ زيرو بزيرو، وكات واي اكسس يبقى الاكس بزيرو. جميل، ادي اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه بقى، هنيجي على الكات للاكس اكسس، ادي الاكس اكسس، كات عند مين كده يا فادي؟ الاكس اكسس كات عند مين؟ عند البوينت مين هنا على الجراف بالنسبه لي؟ عند 3. تمام، يبقى هنا 3. كات واي اكسس عند مين؟ عند 3 برضه. 3 برضه، ودي صدفه، مش دايما هيطلع نفس التو نمبرز. طب ليه بقى؟ لانه بيلعب معايا، يجي يقول لي فايند اريا اوف، ماشي فاصل ونرجع لحضرتكم، فاصل قصير ونرجع لحضرتكم ان شاء الله. رجعنا لحضرتكم تاني، هنكمل الاكزامبل اللي كنا فيه، اللي هو بالنسبه لي لو قال لي فايند اريا اوف تراينجل bounded by two axes. قلنا بالنسبة لي هنا ان انا عندي ده البيز، ده الترينجل بالنسبة لي، يبقى هنا البيز وهنا الهايت، فالاريا اوف ترينجل هاف تايم بيز تايم هايت. تمام، هاف تايم، البيز عندي هنا 3 يونتس والهايت 3 يونتس. طيب ممكن الناس تلاحظ حاجة تانية، ان بالنسبه لي هنا البوينت 3 و 0، يعني بالنسبه لي هنا دي البيز ودي الهايت، يبقى ايكوال هيطلع عندي 4.5 يونت اريا. تمام، طيب كده احنا بالنسبه لنا اتكلمنا على الكونستانت فانكشن واللينير فانكشن، هنبدا نتكلم على الجزء المهم واللي هو ليه سؤال اساسي في الامتحان، اللي هي الكوادراتيك فانكشن. الكوادراتيك فانكشن بالنسبه لي اللي هي الباور 2، يعني لو جالي كده كوادراتيك فانكشن اف ار تو ار
قلنا الدومين ار والكودومين ار وير اف اكس رول بالنسبه لي، وهيكمل معايا كتير جدا الدرس ده وهيكمل معايا في السكند تيرم، اف اكس ايكوال اي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي. تمام، لو جالي كده اول حاجه بيقول لي جراف اف اكس ايكوال اكس باور 2 ماينس 4. طيب اف اكس اكس باور 2 ماينس 4 ادي الرول بتاعي، اكس اليمنت من اف 3 ل 3 لازم هنا هيحدد لي الانترفال، هنا هعمل لها تيبل. طب التيبل هنبدا نعمله ازاي؟ انا بعمل بالنسبه لي كده تمام، ادي الاكس وهنا الواي. الاكس هو مدالي من نيجاتيف 3 تو 3، يعني عندي كده نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3. تمام، دي الاكس. طيب هاجي اعمل هنا سبستيتيوت، يعني هعمل هنا نيجاتيف 3 باور 2 ب 9، 9 ماينس 4 يبقى هنا 5. تمام، لو عملنا نيجاتيف 2 باور 2 4، 4 ماينس 4 يبقى 0. هنعمل نيجاتيف 1 باور 2 اللي هو 1، 1 ماينس 4 لو جينا نكمل هنا 1 باور 2 ب 1 ماينس 4 هيدينا نيجاتيف 3. تمام، ولو عملنا 2 سكويرد 2 باور 2 4 ماينس 4 يدينا 0، وعملنا 3 سكويرد ماينس 4 يدينا 5. الناس اللي عندها اوبزرفيشن شويه هيلاحظ ان انا عندي كده في بوينت بيحصل لها ريبيتد في الـ في الواي، ان معايا الستارت 5 والاند 5 كده 0 0 و3 ونيجاتيف 3 و3. طيب دي كده اللي في الميدل، هنسيبها دلوقتي يمكن تكون ليها ميزه معايا بعد شويه، وهي ده في الاغلب بيطلع كده لكن مفيش مش دايما. نبدا نعمل الدرو. بالنسبه لي الدرو ان انا قلنا بعمل اللاتس عادي جدا بتاعتي، يبقى معنى كده ان اللاتس ثابته بالنسبه لي دايما. هبدا اللاتس اللي هي انا بالنسبه لي كده، ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس، هنا الاكس داش وهنا الواي داش، والناس اشتغل معانا مفيش مشكله، احنا ماشيين براحه جدا عشان الناس تبقى ماشيه معانا واحده واحده، مفيش مشكله بالنسبه لنا. هنا 4 5 ادي 1 2 3 4 5، لان الجريست بالنسبه لي 5 مش محتاج كتير انا. ادي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. طيب الفيرست بوينت عندي كان الفيرست بوينت، لو جينا للتيبل بالنسبه لي كده عشان الناس تبقى شايفه بس القصه جايه منين، ان معايا نيجاتيف 3 و5، يبقى معايا نيجاتيف 3 في الاكس و5 في الواي. طيب يبقى كده نيجاتيف 3 و5 ادي اول بوينت كده. البوينت الثانيه نيجاتيف 2 0، نيجاتيف 2 0 ادي البوينت الثانيه نيجاتيف 2 0. تمام، هنا ادي كده نيجاتيف 1 ونيجاتيف 3. تمام، ادي كده 0 ونيجاتيف 4 ادي النيجاتيف 4، 0 ونيجاتيف 4 هنا كده عندي 2 0 و 3 و 5، في عندي 1 ونيجاتيف 3 قبلها وهنا و 3 و 5 هنا. طيب نيجي ادي البوينت بالنسبه لي، لما اجي اعمل لها كده جوين هيطلع معايا كده اليو فيجر او البرابولا اللي هو بالمنظر ده. طيب البرابولا بالنسبه لي لازم نبقى فاهمين دي كده اوبن ابورد. طيب هيسالني على ثلاث حاجات، ولو هو ما طلبش ثلاث حاجات انا هجيب كده كده بيسال بيطلب واحده او اثنين، بس هما ثري مع بعض جاهزين افضل. اول حاجه بيطلب مني الفيرتكس اكس واي، سكند هيطلب مني ايكويجن of axis of symmetry، اقول له at x equal، اعملها لنفسي كده. بعد كده عندي الفيرتكس كانت داون، بتبقى عندي minimum value، افهم من كده ان في maximum value، اللي هي لو كانت البرابولا جايه كده ده كده الماكسيمم، يبقى الفيرتكس اب open downward. تمام، طيب دول بقى منين؟ الفيرتكس هي دي، في ناس كده جاهزه
الفيرتكس هنجيب البوينت اللي هي اكس واي، البوينت دي اللي هي 0 ونيجاتيف 4. تمام، الناس جابت دي كده، الناس شاطره مفيش مشكله. طيب ما انا ممكن اجيبها من هنا من التيبل بتاعي، ان انا عندي هنا ادي 1 2 3 4، يبقى انا هدور هنا في التيبل على البوينت نمبر 4. نرجع تاني، ادي 1 2 3 4 اللي هي البوينت دي اللي احنا قلنا ممكن يبقى لها اهميه بالنسبه لي. يبقى الفيرتكس عندي بقت 0 ونيجاتيف 4. طيب ايكويشن اوف اكسس اوف سيمتري، اكسس اوف سيمتري انا عايز ستريت لاين يعمل بايسكت للبرابولا دي. لما اجي اعمل لها بايسكت، لو جينا هنا تخيلنا الستريت لاين هيبقى هنا بالظبط، اللي هو عند الاكس بكام كده؟ ات اكس ايكوال 0. تمام، طب الناس هتاخد بالها بحاجه، ما هو الاكس هنا برضو بزيرو، يبقى انا في الفيرتكس لو هنا عندي 1 يبقى ات اكس ايكوال 1، لو هنا 2 ات اكس ايكوال 2، يبقى هنا 3 ات اكس ايكوال 3، يبقى انا بجيبها من الفيرتكس. عشان كده بجيب الفيرتكس اكس اوف ايكويشن اكس اوف سيمتري بعد كده المينيمم فاليو. طيب هنا في حاجه ثانيه، الناس اللي مركزه شويه، لما عملنا كده الاكس اوف سيمتري طلع كوينسيدنت مع الواي اكسس، يعني ممكن اقول له ات اكس ايكوال 0 اقول له واي اكسس، ودي سبيشال كيس. ات اكس ايكوال 0 ممكن اقول واي اكسس بس، لكن لو ات اكس ايكوال 1 او 2 او نيجاتيف 3 اي نمبر تاني ما اقدرش اقول ات واي اكسس. طيب المينيمم فاليو، المينيمم فاليو اللي هي الليست فاليو في الواي اللي هي مين؟ نيجاتيف 4. طب ما هي موجوده في الفيرتكس، يعني بالنسبه لي ان انا اقدر اشتغل للفيرتكس اجيب منها عندي الايكويشن اكسس اوف سيمتري واقدر اجيب منها المينيمم او ماكسيمم فاليو. عشان كده بجيب 1 2 3 دايركت بعد ما ارسم الايه الجراف بتاعي. وده قلنا سؤال مهم جدا واساسي في الامتحان ومن الاسئله المضمونه بالنسبه لي اللي هو الكوادراتيك ايكويشن. طيب ممكن يجيب لي شكل تاني، لو جاب لي كده فيجر تاني كده اف اكس ايكوال 2 ماينس اكس باور 2. طيب قلنا بالنسبه لي هنعمل التيبل بيقول لي هنا الاكس اليمنت من نيجاتيف 3 تو 3. طيب هنا يبقى الاكس عندي هتعمل ستارت نيجاتيف 3 كان نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 3. طيب جميل، هنعمل سبستيتيوت، عندي 2 ماينس هنا نيجاتيف 3 باور 2 على 9، 2 ماينس 9 هيدينا نيجاتيف 7، قلنا ده الواي. طيب 2 ماينس وعملنا 2 سكويرد هيدينا 2 ماينس 4 هيدينا نيجاتيف 2، ولو عملنا 2 ماينس وعملنا نيجاتيف 1 سكويرد، يعني بعمل كده عشان الناس برضه تبقى عارفه ايه اللي بيحصل على الكالكوليتر عادي، مره احط نيجاتيف 1 هيدينا 1، لو حطينا 0 هيدينا 2، لو حطينا 1 2 ماينس 1 هيدينا 1، لو حطينا 2 هيدينا 0 سوري هيدينا نيجاتيف 2، ولو حطينا 3 هيدينا نيجاتيف 7. طب نرجع كده نبص على الاكزامبل، يمكن يكون زي اللي فات، هنا نيجاتيف 7 نيجاتيف 7 ونيجاتيف 2 نيجاتيف 2 1 1 وهنا 0 2. يبقى كده يعني ممكن تكون ان الفيرتكس 0 2، بس لازم نتاكد من الدرو نفسه. خلاص كده بالنسبه لنا عملنا الرسمه بتاعتي التيبل. طيب واحد يقدر يقول لي ان هو السبستيوت بالنسبه له في مشكله، تمام انا ممكن استخدم الكالكوليتر عادي، ان انا اقدر اكتب الاف اكس 2 ماينس اكس سكويرد والاكس اليمنت من نيجاتيف 3 دي 3، مفيش مشكلة، الأوبشن ده موجود معايا في الكالكوتر واستخدمه واجيب التيبل على الكالكوتر واكمل عادي مفيش مشكلة. هبدأ الدرو بتاعي. طيب الدرو بالنسبة لي هنا إن معايا الواي ات نيجاتيف 7، يبقى أنا داون. يبقى أنا معنى كده لما أجي أرسم الجراف أبقى مركز أنا برسم إيه. يبقى أنا اللاتس هرسمها فعلا، بس هرسم داون، داون بمعنى إن أنا هاخد الإكس أكسس كده والأي واي أكسس داون لتحت، هيبقى لتحت عندي طولست شوية أطول شوية. لان انا هكمل في الواي للنيجاتيف 7، يبقى معايا هنا اكس وهنا واي وابدا كده، قلنا دي 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، عندي هنا قلنا نيجاتيف 7 تمام. طيب البوينت بالنسبه لي الفيرست بوينت بالنسبه لي كان عندي كده فيرست بوينت كانت نيجاتيف 3 ونيجاتيف 7 تمام، يبقى انا هاخد هنا نيجاتيف 3 وداون لحد نيجاتيف 7 اهي تمام. بوينت ثانيه نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 جميل، واللي بعدها نيجاتيف 1 1 يبقى انا اب، واللي بعدها 0 2 اب، واللي بعدها 1 1
بعد كده 2 نيجاتيف 2 داون، 3 ونيجاتيف 7 كده عملت بوت للبوينت. بعد كده هنعمل لهم جوين، قلنا جوين باي هاندنج بايدك، ما ينفعش برولر لانه هيطلع معايا كيرف. تمام كده بالنسبه لي كده الفيرتكس بقت اب، يبقى دي بقت ماكسيمم فاليو. يبقى انا لازم ابقى فاهم ان انا بمشي واحده واحده، وعارف ان انا هجيب عندي 3 ريكوايرد، طلب مني 1 او 2 انا هجيب ال 3، لان ال 3 اصلا بيكملوا بعض. الفيرتكس قلنا بالنسبه لي ادي اكس وواي. السكند ايكويجن اوف اكسس اوف سيمتري او ايكويجن اوف لاين اوف سيمتري، تمام ادي ايكويجن اوف لاين اوف سيمتري. قلنا خلاص بقى انا جاهز، اد اكس ايكوال. تمام نمبر 3 قلنا عندي هنا دي اب، يبقى دي ماكسيمم فاليو. تمام الفيرتكس عندي قلنا هنا، تمام الناس اللي جاهزه الفيرتكس هنا 0 2. طيب قلنا نرجع للتيبل تاني، هلاقي هنا البوينت ادي عندي 1 2 3 4، يبقى التيبل بالنسبه لي كده. تاني نرجع للجراف ادي 1 2 3 4، يبقى انا عايز البوينت نمبر 4، ادي 1 2 3 4 الاقيها جت ال 0 وال 2، بقت اكس ايكوال 0 والماكسيمم فاليو بقى ايكوال كام؟ 2. وقلنا ات اكس ايكوال 0 دي سبيشال كيس اللي هي تبقى واي اكسس. تمام اوكي كده بالنسبه لنا لو جينا نعمل كومبارنج كده، ده كده كان ماكسيمم. لو رجعنا للاكزامبل اللي قبله ده كان داون كان مينيمم. هنا الداون والبوين وعندي الكيرف اوبن ابورد. تمام كان عندي الاف اكس هنا كانت اكس سكويرد ماينس 4، يبقى كانت الاكس سكويرد عندي بوزيتيف، لو بوزيتيف يبقى ابورد يبقى عندي مينيمم فاليو. طيب لو جينا هنا الرول بتاعي كانت الاف اكس 2 ماينس اكس سكويرد، كده عندي الاكس سكويرد نيجاتيف، يبقى اوبن داونورد وبقت ماكسيمم. يبقى انا لازم اوصل ان انا النيجاتيف هتبقى ماكسيمم فاليو والبوزيتيف هتبقى عندي مينيمم فاليو. تمام عشان ممكن يلعب معايا كومبليت تشوز برضو قلنا الحاجات دي. تاني النيجاتيف هتبقى اوبن داونورد وتبقى ماكسيمم فاليو، اما البوزيتيف بتبقى عندي اوبن ابورد وتبقى مينيمم فاليو. تمام كده. طيب لو جابها لي بقى تراينوميال، وركز معايا الاكزامبل ده مهم جدا. لو جاب لي الاكزامبل بالشكل ده، اف اكس 1 ماينس 3 اكس بلس اكس باور 2، الاكزامبل ده هو الوحيد في كتاب مدرسه على الفكره دي، لازم نركز عليه يعني دي الفكره الابنورمال بس. بيقول لي الاكس اليمنت من نيجاتيف 1 لل 4. قلنا هنعمل التيبل، احنا بنشتغل دايما عندنا في كونستنت في الشغل بتاعنا، ان انا كده كده بعمل سبستيتيوت او اجيب التيبل قلنا على الكالكوليتر مفيش مشكله، وبعد كده اعمل الدروب بتاعي، وبعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه لنا. معانا الاكس من نيجاتيف 1 لل 4 يبقى نيجاتيف 1 0 1 2 3 4. تمام هنعمل سبستيتيوت. انا بالنسبه لي هنا الرول اللي هو اف اكس 1 ماينس 3 اكس بلس اكس سكويرد. طيب ادي 1 ماينس 3 وادي اكس بلس باور 2، وانا ممكن اجيبها على الكالكوليتر. طب لو عملنا سبستيتيوت هنا، لو حطينا عندي النيجاتيف 1، يعني لو عملنا هنا نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف 1، هيبقى عندي 1 بلس 1 2، 2 بلس 3 يبقى هنا 5. تمام اوكي. لو جينا بقى 0 هيبقى معايا هنا 0 يبقى هنا 0 1. تمام لو جينا عملنا سبستيوت بال 1، يعني لو حطينا هنا كده 1 وهنا 1، هيبقى عندي 1 بلس 1 2، 2 ماينس 3 بنيجاتيف 1. لو جينا عملنا 2 هتطلع نيجاتيف 1 برضو، ولو عملنا 3 خلاص بقى اللعبه بتاعتي هنا 5، ده هيطلع 5 وال 3 هتطلع 1. تمام ادي الدروب بتاعي. طيب لو جينا نشوف بقى زي كل تيبل بالنسبه لي، هنا 5 و5 تمام، 1 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1، مفيش حاجه في الميدل، ممكن تطلع حاجه غريبه شويه. نرجع بقى نعمل الدرو، وقلنا الاكزامبل ده مهم بالنسبه لي. اللاتس بالنسبه لي العاديه جدا،
هنا جريتست نمبر 5، فلاتس عندي ما فيهاش مشكله، ارسمها عادي خالص. قلنا ده الاكس وهنا الواي. كده بالنسبه لي دي 1 2 3 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3، هنا 1 2 3 4 5، هنا داون نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. طيب البوينت بالنسبه لي نرجع للتيبل كده، اول بوينت عندي كان بالنسبه لي نيجاتيف 1 و 5، تمام نيجاتيف 1 و 5 ادي البوينت الفيرست. بوينت ثانيه 0 و 1، تمام. بعد كده عندي 1 ونيجاتيف 1، يبقى 1 ونيجاتيف 1. بعد كده 2 ونيجاتيف 1، كده عندي 3 و 1 4 و 5. ركز معايا بقى هنا في الجوين، قلنا لازم يبقى كيرف. طيب لما اجي هنا اعمل جوين هيطلع بالنسبه لي كده كيرف، يبقى لازم اعمل لها كده. طيب لو جينا هنا يبقى الفيرتكس هنا في الجزء ده بالظبط، الفيرتكس في البوينت دي. طب ما الفيرتكس ما جاتش واضحه بالنسبه لي، ان انا مش قادر احدد البوينت دي. عايزين نجيب البوينت دي، نرجع للرول بتاعي كانت الاف اكس 1 ماينس 3 اكس بلس اكس سكويرد. طيب انا ممكن اجيبها بطريقه بسيطه قوي، ان هنا بتبقى الميدل بتوين ال 1 وال 2، يبقى الاكس عندي 1.5. طيب جميل، قلنا نعمل سبستيتيوت بقى خلاص، يعني يبقى هنا عندي 1 ماينس 3 1.5 بلس 1.5 سكويرد، هتطلع معايا نيجاتيف 1.25. يبقى انا تاني الفيرتكس هنا في البارت ده بتوين ال 1 و 2 يبقى 1.5، واعمل سبستيتيوت في الرول بتاعي يبقى هيطلع معايا نيجاتيف 1.25. طب عايزين نتاكد، هتلاقي هنا فعلا اندر النيجاتيف 1 بحاجه بسيطه، يبقى معايا كده الفيرتكس ده نمبر 1، نمبر 2 الايكويجن اوف لاين of symmetry at x equal number 3 عندي هنا داون، يبقى دي المينيموم فاليو equal. قلنا الفيرتكس بقت عندي 1.5 ونيجاتيف 1.25، جميل. يبقى axis of symmetry at x equal 1.5 باخدها من الفيرتكس على طول، هي الاكس والواي. عشان كده يا جماعه الاوردر مهم في الميس، ان انت ماشي اوردر الفيرتكس ايكويشن اكسس اوف سيمتري ماكسيمم اور مينيمم فاليو. هو حتى يطلب مني اي حاجه ما عنديش مشكله، وبعد كده طالب مني المينيمم فاليو، قلنا هاخد الواي اللي هي نيجاتيف 1.25. كده بالنسبه لنا ان احنا خلصنا ليسون 3 اللي هو البولينوميال فانكشنز، وده قلنا ليسون مهم جدا، والاكزامبلز بتاعته دي قلنا بتيجي ليا الكوادريتيك ايكويشن، ده سؤال اساسي في الامتحان، وعندي الجزء اللي في الاول هو بتاع الديجري والسبستيتيوشن بيجي لها لازم واحده تشوز على الاقل في الامتحان. كده احنا في الالجبرا خدنا ثلاث دروس لحد دلوقتي، الكارتيزيان برودكت، وعندي الريليشن اند فانكشن، والبولينوميال فانكشن. الثري ليسن دول مرتبطين ببعض كويس، وبكده يبقى احنا نهينا يونت 1 في الالجبرا. ان شاء الله الناس تشتغل كويس في كتاب المدرسه، وعندنا الاكسرسايز والجنرال اكسرسايز عليه، واي كوتشن الناس تتصل بينا مفيش مشكله، وانتظرونا الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.